اهو مصطلح حكومة التحديات ده جاي على دماغي جدا، جاي على مزاجي جدا 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 جدا. في مستهل هذا الحديث تحديدا في هذا المقتطف، دكتور مصطفى مدبولي قال ان دي حكومة التحديات، ابرز هذه التحديات وقال على رأسها ايه؟ قال الامن القومي وبناء الانسان، اقتران الامن القومي المصري باحتياجات المواطن. طول ما المواطن أنا بشتغل على تلبية احتياجاته وتأمينه، إذن فإنه ده أهم عناصر استقرار الأمن القومي المصري. فأنا عجبتني أو عجبني السطرين اللي في الأول دول. معانا على التليفون سيادة النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. أهلا 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 يوسف بيه وسيادة النائب يوسف بيه. احنا يعني حبيبي دايما انا استمتع بكل برامجك واحاديثك الجميلة. الله يخليك الله يخليك، عشان بتحبني بس، عشان احنا اصحاب. لا طبعا بحبك ومش انا بس، مصر كلها بتحبك. يا رب يكرمك، يا رب يخليك يا هبي، ربنا يخليك يا سيادة النائب. يخليك ليه. عايز يعني اعرف رأيك او تحليلك لبيان الحكومة النهاردة. يمكن انا علقت على مسألة انها حكومة التحديات، وده كان في بدايات او تحديدا كان في منتصف كلام الدكتور مصطفى مدبولي، وانه في اخر الكلام خالص اتكلم على انه الحكومة عازمة بقوة على محاربة كل اشكال الفساد. انا شايف انه بيان الحكومة اليوم هو بيان وافي شافي كافي، لانه انا شايف ان كل الملفات كانت اللي هي بتؤرق كل الشعب المصري تحت بصر الحكومه بالفعل، وده اللي كان اهتمامي الاول. هل في ملفات هم فعلا يعني مش واخدين بالهم منا، وان هم ان قد ايه الشعب المصري بتؤرقه بعض المشاكل وهو مش على درايه بيها او ما عندوش حلها او مش هيشتغل عليها؟ لكن انا تبينت ان كل الملفات تقريبا جميع الملفات اللي كانت في ذهن كل نائب وفي ذهن كل مواطن مصري كان تناولها دولة رئيس الوزراء اليوم، واعطى لها ان هناك سعي جاهدا على حل او الوقوف او انه وجود حلول عاجلة لتلك المشاكل العاجلة أو العالقة. ومنها طبعا أول حاجة حماية الحدود المصرية، وده أمر كان يهمنا جدا. موقف مصر كلها حدودها، إحنا عندنا مشاكل كنا معتقدين إنه الحكومة مش واخدة بالها، وإن الدنيا دي إيه ده، مش معقولة يا جماعة، أنتوا عاوزين بيان، عاوزين حد يقول لنا إن كنتوا واخدين بالكم فعلا، وإن إحنا قاعدين قلقين جدا بإنه فعلا الحدود المصرية محتاجة رعاية ومحتاجة حكمة وقرارات حكيمة. الأمر الثاني ملف سد النهضة، برضو تناول دولة رئيس الوزراء ملف سد النهضة، وقال إنه تحت بصر الحكومة جاهدا، وإن إحنا هنسعى لموقف في سد الموقف. الامر الثالث الملف الاقتصادي. الامر الرابع التيار الكهربائي وانقطاعه. اللي عاوز اقول لحضرتك انه انا كنت عاوز اقول يعني يا جماعه خلي بالكم، الشعب المصري ده نفسه اكبر حاجه بتهمه حاليا دلوقتي التضخم وارتفاع الاسعار. طبعا. وده أمر مهم جدا. النهارده دولة رئيس الوزراء قال إحنا حصل انخفاض في التضخم في ارتفاع الأسعار، وهذا الانخفاض حدث في وقت قصير جدا. يعني إحنا كان بيتكلم عن الحقبة في يونيو 2023، من يونيو 2024 نزل معدل التضخم، معدل ارتفاع الأسعار نزل بنسبة كبيرة، وصلنا لغاية 27%. اليوم النهارده بيتكلم على 27% 27.5%، مما كنا عليه كنا حاجه 30%. وبالتالي هذا الامر طبعا ما يؤرق كل مواطن مصري على كل المستويات، سواء كان يعني من الفئه الوسطى او متوسط الدخل او عديم الدخل، او ان هو من الناس اللي هم ربنا يعني فاتح عليه، كل ده بيؤرقه الغلاء. مفيش حد فينا، ما حدش فينا اللي مقتدر ولا غير مقتدر، الغلاء بالنسبه له صح.
ده امر قضيه هامه جدا. الحمد لله طبعا ان احنا ماشيين في امر طبعا يعني انخفاض في نسبه التضخم، وهذا الامر كان يؤرق وكان يهم كل نائب، كان يهم كل نائب، لان احنا مش عارفين نقول للشعب المصري برضه. يعني احنا مش عارف الدنيا بتغلى واحنا مش عارفين نقول لهم يا جماعه، او مش عارفين نقول لهم بريق امل، احنا عاوزين ناخد بريق امل من الحكومه عشان نقدر ندي ونقدر نكلم المواطن المصري. فالحمد لله احنا يعني البيان كان وافي جدا، وشايف انه الحكومه فيها تحدي كبير جدا، وانه رئيس دوله رئيس الوزراء اعتقد انه مش هيمشي بنفس السياسه السابقه طبعا، لان هو اكيد المفروض ان احنا عندنا ملفات تم اخفاقها، سياسات تم يعني اتخذت بقرارات خاطئه. اعتقد انه السياسات القادمه مع الحكومه القادمه اعتقد انه انا شايف انه الامر هيختلف تماما، ومنها ملف او وزاره الصناعه. حضرتك دلوقتي لما تم انتقال وزاره الصناعه لوزاره النقل، انا فهمت ان الدوله دي فعلا ماشيه في طريق صح. ليه؟ محتاجين شخص قوي صاحب قرار، صاحب قوه، وقراراته سريعه، وهذا الامر كان الملف في الصناعه في مصر محتاجه. لو تقعد مع اي مستثمر في مصر او اي رجل صناعه في مصر وتقول له انت بتعاني من ايه؟ هيقول لك انا متعاني من البطء والتراخي والبيروقراطيه، وده كانت اول مشكله بيعاني منها ملف الصناعه في مصر. وكان كتير بيهربوا منا. احنا انا خدت تجربه في ملف الصناعه، جبت مستثمرين وانا نائب، وكنت يعني بخش على الوزير على طول، لكن للاسف المستثمرين هربوا نتيجه البيروقراطيه، نتيجه اليد المرتعشه، نتيجه ان مفيش رؤيه، ونظريه المؤامره دي في ذهن كل مسؤول، ودي مشكله كبيره مش عارفين نحل المشكله. واعتقد انه الملف الصناعه لما انتقل مع ملف وزاره النقل، اعتقد احنا طبعا كلنا هذا الامر اقلقنا، لكن لا سياده الوزير كامل وزير قوي جدا، قراراته سريعه جدا، قراراته يعني الحقيقه هو الريتم عنده سريع جدا. عاوز اقول لحضرتك حاجه، انا كنت قاعد مع احد المستثمرين قال لي انا عملت مشروعي، كان لسه الموضوع ده لسه قاعد اول امبارح معاه، هو بيقول لي انا بعت للوزير كامل الوزير بعت له رساله على الواتس، قال لي بكره تعالى لي. بكره راح قاعد معاه، اليوم التالي على طول كان ماضي اول بروتوكول على طول، بعديها بيومين كان ماضي العقد. وانا الحقيقه ما كنتش برضه ملم قوي بملف وزاره النقل، لكن انا اول ما سمعت الكلام ده طمنت، قلت فعلا انتقال ملف الصناعه لوزاره النقل احنا محتاجين ده، ولو سالت كل اعضاء لجنه الصناعه هتلاقي حضراتكم انه هذا القرار كان قرار سليم جدا. عارف كمان يا ايهاب بيه، هو انا من الناس كمان، يعني انا مع القرار ده جدا جدا جدا. انا كمان عجبني قوي حاجه تانية، ان احنا اصبح في عندي وزاره استثمار، واحنا كنا محتاجين ده، لان الوزاره كانت محتاجه، او الاستثمار في مصر محتاج صاحب قرار. ادي نمره واحد. اتنين، ضم التخطيط على التعاون الدولي، خصوصا بالنجاح اللي حققته الدكتور رانيا المشاط في ملفها وهي وزيره للتعاون الدولي. تخطيط وتعاون دولي ده واحد من اجمل واروع القرارات. بالظبط بالظبط. وانا كمان عجبني انه تم تعيين نواب الوزير مع الوزراء في ذات التوقيت. برضه هذا الامر مهم جدا. احنا النهارده عندنا الوزير وعندنا النائب، والنائب نائب الوزير في مسؤوليه في مواجهه مع المواطن المصري من صحيح. من اول يوم في مسؤوليه امام المواطن المصري وامام البرلمان من اول يوم.
ومش الموضوع بقى علشان يبقى المسؤوليه كلها مسؤوليه وزير، لا، الوزير عنده فريق عمل، وفريق العمل كله مسؤول، وبيتم تعيين فريق العمل من اول يوم، ودوله رئيس الوزراء هو اللي اختار نائب الوزير برضه عشان بقى عارفين. صحيح. انه واعلن الاسماء النهارده بالظبط، وكل نواب الوزراء كانوا حاضرين في جلسه اليوم، وحاضرين البيان، والكل امام الشعب مسؤول، والبرلمان امام الشعب مسؤول، لان البرلمان عليه دور رقابه على البرنامج اللي تم عرضه اليوم. طبعا هو مسؤوليتنا احنا لسه، اولا طبعا التقرير هيتم اعداده صحيح من اللجنه، وهيتم عرضه على البرلمان، وهنبدا المناقشات على التقرير طبعا يوم الاحد 21 ان شاء الله، يوم الاحد 21. واعتقد انه يعني البرلمان عليه دور كبير جدا صحيح في مراقبه الحكومه في هذا البرنامج طبعا. واول مهم جدا جدا يعني برضو انا يهمني كان ان انا برضو اسمعها من دوله رئيس الوزراء، وهو الدين العام الداخلي والخارجي. ده امر ان هو كشف على ان هناك خطه في تخفيض الدين العام وتخفيض الدين الداخلي. ده لو انت معانا سياده النائب يوسف الحسيني، انت معانا في البرلمان في مناقشه الموازنه، واحنا كل بنتكلم على كفايه قروض صحيح، كفايه استدانه. وبالتالي هو النهارده اعلن ان الدين الداخلي والدين الخارجي هيتم تخفيضهم في الفتره القادمه وفي اقصر وقت ممكن. فطبعا كنت مهمني ان انا اسمع هنعمل ايه في الديون، دي امر مهم جدا. هو احنا هننتظر بقى قدام الاكشن بلان، يعني هنعمل ايه؟ خطتنا لخفض الدين، خطتنا لتوطين الصناعه، خطتنا للنهوض بقطاع السياحه. وانا من الناس اللي متحمسه جدا لوزير السياحه، لانه تجربته كمان كان قبل كده كوزير طيران كانت تجربه عظيمه جدا، وراجل لطيف الى ابعد الحدود، الى ابعد الحدود، وبتاع شغل. انا اتمنى لانه ده من يعني تلت الدخل، دخل مصر السياحه. احنا كل الشعب المصري دلوقتي، احنا عندنا بعد بقاعات السويس تأزم ايراداتها، تأزمت بعد طبعا ملف الصناعه والاستثمار برضه الى حد ما محتاجين يعني دفعه قويه فيه ولسه. وبالتالي احنا دلوقتي قدامنا ايه؟ قدامنا السياحه. السياحه سهله، والسياحة والزراعة صدقني صحيح، احنا مصر عندها امكانيات. اهم ملفين دلوقتي هو ملف السياحة وملف الزراعة، وانا مش محتاج مستثمر، انا عاوز اشتغل على المستثمر المصري. المستثمر المصري قادر على النهوض بمصر، وقادر على التغيير، وعندنا رجال اعمال ناجحين جدا وناجحين في الخارج وشطار طبعا، ده صحيح. انا اهتم بس بالمستثمر المصري، والمستثمر الاجنبي جاي المستثمر الاجنبي جاي صحيح. المستثمر الاجنبي شاف ان المستثمر الوطني او المستثمر المصري المحلي متشجع وبيستثمر وبيتحرك، هو كده هيطمن. يعني اول ما يشوف المستثمر الداخلي تمام يقول لك وماله، انا اجي وعاوز اشاركه وعاوز اشتغل. انا عاوز اريح المستثمر المصري دلوقتي طبعا، بتفرج على انه ايه اللي هيحصل في الطفره القادمه في ملف الصناعه والاستثمار، وهتشوف. بس المهم الاهتمام بالمستثمر المصري. اي مسؤول في مصر يفهم ان المستثمر المصري ده هو اولا ابن البلد، هو اولا، والفلاح المصري في الزراعه اولا، ولازم الملفات دي كلها تبقى قدام عينينا. طبعا 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 بالظبط. مش عاوزين بقى احنا ايه يعني بعدين على المستثمر الاجنبي لا يا جماعه، المستثمر المصري نشتغل على الاثنين بالتوازي، اللي في الداخل مطمئن، اذا اللي جاي من الخارج الاستثمار الاجنبي المباشر ده هيبقى اكثر اطمئنانا، وبالتالي هيتشجع اكثر على الدخول. خلينا اشكرك جدا 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 سياده النائب، نورتني وشرفتني سياده النائب ايهاب رمزي، عضو لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب.